أفادت ثلاث منظمات غير حكومية في تقرير لها بأن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان تهدم بشكل منهجي التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي تحقق في السنوات العشرين الماضية، معددة سلسلة تجاوزات ارتكبت منذ منتصف شهر أغسطس. وفق هذا التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب، فإن حركة طالبان حاولت إقناع العالم بأنها ستحترم حقوق الإنسان، لكن المعلومات على الأرض تظهر واقعا مغايرا تماما. ويوثق التقرير سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، منها ترهيب وقمع النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعمال انتقامية بحق موظفين حكوميين سابقين ومساس بحرية التعبير. وجاء في التقرير أن حياة آلاف النساء والرجال الذين جازفوا بحياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان مهددة. وبدورها تدعو المنظمات غير الحكومية مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة لإحصاء هذه الانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.